اسمي دكتورة مريم عبد الرحمن، مدرس معهد تخصص أمراض العيون، حاصلة على الدكتوراه وزمالة فيلوشيب للـ FRCS بلاسكو من سنة 2018. تمام. في الأول حابة أعرفكم على زمالات الرمد الموجودة. إحنا في عندنا 4 أنواع من زمالات الرمد. أول زمالة اللي هي الـ ICU International Council of Ophthalmology، دي ليها الجزء الأول عبارة عن امتحانين، جزء عبارة عن Optics وجزء Basic Science. تمام. الجزء الثاني من الامتحان ده بيبقى عبارة عن Clinical Science، وبعد كده عندنا الجزء الثالث اسمه Advanced ICU، ده بيبقى برضه امتحان مشابه للكلينيكال، نفس المادة العلمية بس هو مش كلينيكال، مش كيسز يعني، مجرد ام سي كيو ويميك مالتيبل تشويس. بعد ما بنجتاز اخر جزء بيبقى اسمنا فيلو للانترناشونال كونسل اوف اوبثالمولوجي. هي للاسف مش بتعادل حاجة، يعني ما ينفعش اعادل بيها دكتوراه. بعد ما نجتاز الجزء الثالث ما بينفعش نعادل بيها دكتوراه، لكن الميزة في امتحان الاي سي او ان في تعاون ما بينهم وما بين الجزء اللي هو ال FRCS جلاسكو. ال FRCS جلاسكو دي المفروض انها هي برضو عبارة عن 3 أجزاء، أول جزئين منها بيكونوا أونلاين. تمام. هي نفس المادة العلمية لكن في اختلاف ما بين الامتحانين هشرحه لكم دلوقتي. في نفس الوقت احنا عندنا هنا نقدر مثلا لو احنا ممتحنين ال FRCS الفيرست نقدر ان احنا ننقل منه احنا ممكن ننقل من الفيرست للسكند اي سي او، وممكن ننقل من الفيرست اي سي او للسكند اف ار سي اس. في ميزه بيديها لنا اجتياز من الجزء الثاني من اف ار سي اس جلاسكو. ايه هي الميزه دي؟ ان هو بيخليك تبقى اسمك ممبر اوف اف ار سي اس، وده بيأهلك هنا انك تكون اخصائي. طبعا الناس اللي حابه انها مثلا حد مثلا عايز يفتح عيادته الكلام ده بيسهل لي قياس هو الايه بقى السكند اف ار سي اس. تمام. بعد ما بنمتحن الجزئين من الاف ار سي اس اللي هم الفيرست والسكند، بيبقى في عندنا الجزء الثيرد، وده بيبقى امتحان كلينيكال عباره عن اورال وكلينيكال. تمام. 3 لجان كلينيكال اورال و4 لجان كلينيكال. الثيرد ده بيبقى يا اما بره مصر، ومؤخرا فتح في مصر في جهاد عملي اللي هي معهد تخصص امراض العيون. اقوى ميزه طبعا فيه ان هو بيؤهلك مع رساله للدكتوراه انك تبقى معاك ايه الدكتوراه، يعني تعادل الدكتوراه من غير ما تضطر انك تمتحن هنا في مصر امتحانات، من غير ما تضطر انك تمتحن امتحانات الدكتوراه في مصر اصلا. فاذا انت دلوقتي تقدر انك تنقل من الاي سي او للاف ار الفيرست والسكند بارت هنا لهنا عادي جدا، لكن بيقف قدامك في الاخر اللي هو الايه الجزء الثالث ده اللي انت لازم تمتحنه كحاجه كلينيكال او حاجه اورال. بيحتاج بقى ان انت تكون عامل حاجز معاهم الامتحان، لان هو نظرا للميزه اللي بيديها لك دي بقى معاه ويتنج ليست رهيبه. فهو دلوقتي بيعمل ايه؟ بيعمل نظام انه بيدخل في الامتحان 40 شخص، وبعد كده بيدخل 20 شخص بيخليهم ايه ويتنج ليست. فطبعا ده 20 شخص الويتنج ليست دول مفيش اي رول باختيارهم، يفضلوا محطوطين على الويتنج ليست لحد لما حد مثلا يعتذر من ال 40 شخص. بعد كده يبتدي ايه يبعت للناس ال 20 اللي معاه ويتنج ليست، ممكن يبعت لهم متاخر، فبالتالي ايه بلع الامتحان الثالث ده يعني يدل على انه امتحان مميز يديك امتيازات كتير، لكن في نفس الوقت حته الويتنج ليست دي فيها مشكله. في النهايه بعد ما بتخلص التجتاز باذن الله الثيرد بارت بيبقى اسمك فيلو للرويال كوليدج، اللي هي يعني درجة أعلى من الممبرشيب، وبتقدر زي ما قلنا تعادل بيها درجة الجي. في عندنا بعد كده زمالتين تانيين مش منتشرين قوي. هي كان في زمالة اسمها الدمبرا، هي ما زالت موجودة وبتقدر إن أنت تعادل بعد اجتياز أجزائها كلها تعادل بيها الدكتوراه، ولكن الإقبال عليها قل بعد ما اتلغى التعاون ما بينهم وما بين امتحان الاي اس او. كان في زماله كان ممكن زمان الناس تنقل من امتحان الاي سي او لزماله الادنبرا، لكن ابتدى حصل ما بينهم يعني ديس كونكشن، بحيث ان في النهايه بقت الفيلوشيب في ادنبرا دي انت بتمتحنها من الاول للاخر لوحدها.
وفي زمالة تانية اللي هي فيلوشيب في لندن، ودي تعتبر أعلاهم كلهم، ودي ممكن تمتحنها في مصر وما فيهاش ويتنج ليست ولا حاجة. الميزة فيها إنها بتؤهلك للعمل كاستشاري في بريطانيا. يعني أنا شفت ناس سافروا بريطانيا معاهم الفيلوشيب في جلاسكو، لكن بيضطروا إنهم يمتحنوا الفيلوشيب في لندن، لأنها هي الثيرد بارت اللي هي يعني إيه بتؤهلك إن أنت تبقى كونسلتنت في بريطانيا، وبالتالي هي ليها درجة أعلى، يعني ساينتفك ديجري أعلى. لكن هي في النهاية يعني مش يعني مش أساسية في مصر. أغلب الناس اللي بيمتحنوا بيقبلوا على الجلاسكو لأن هي بتؤهلهم لعمل الاستشاري. حبيت هنا إن أنا أوريكم في النهاية بعد ما تخلص الجلاسكو بيديك شهادة، الشهادة اللي هي الفيلوشيب دي اسمها دبلومة أوف فيلوشيب، تمام؟ وبتاخد بقى دبلومة أوف فيلوشيب مع رسالة الدكتوراه بتاعتك، تروح رايح المجلس الأعلى للجامعات. محتاجة يا جماعة بتروح بعد كده المجلس الأعلى للجامعات وبتعمل معادلة لشهادتك اللي هي دبلومة أوف فيلوشيب. بس بعد كده اللي فاتح فتح المايك الحلو. سؤال مهم جدا طبعا بيتسال على طول، هو نذاكر منين؟ تمام. الاوبتكس هبتدي بيها لان هي في الفيرست بارت هي تعتبر امتحان منفصل في الاي سي او، تعتبر امتحان منفصل في الاي سي او. فبالنسبه للاوبتكس احنا عندنا في سورس كويس جدا اللي هو الالفينجتون، ده بيشرح فيزيكس الى حد كبير، جزء يعني سيمبليفايد جدا، ويعني الفهم منه الى حد كبير سهل. لكن في عندنا طبعا لان هم يعني بيبقى في صعوبه شويه في الامتحانات، فبيبقى في عندنا مصدر تاني اللي هو الامريكان اكاديمي، بيتكلم من الكلينيكال بوينت اوف فيو، دي دايما بيحبوا حته الربط الكلينيكال بالبيزك. فطبعا بالنسبه لنا الامريكان اكاديمي سورس كويس جدا، بس بصراحه انا ما انصحش انكم تبداوا بيه لانه يعني كبير طبعا، والفهم منه ممكن يبقى في الاول مش سهل. فالافضل انكم تبداوا بالجزء الكلينيكال اوبتكس من كتاب الكينجتون. بعد كده عندنا بالنسبه للبيزك ساينس، تمام، البيزك ساينس لانها كتيره متشعبه فكمان المصادر ليها كتير، تمام. اقل مصدر في الحجم هو كتاب اللي هو الاوكسفورد، ده هنلاقي الاوكسفورد ده حوالي 260 صفحه وشارح حاجات كبيره جدا، لدرجه انه كمان حتى شارح الاوبتكس، بس برضه ما انصحش انكم تقروا الاوبتكس بشكل مختصر كده. هو حتى في الاخر كاتب ان هو سورسز اكسترا للقرايه، وكاتب الكينجتون والامريكان اكاديمي، بس هو ال 260 صفحه دول شارح فيهم اناتومي وشارح باثولوجي وفسيولوجي ومايكروبيولوجي وكل حاجه. فهو لو يعني ممكن احنا نبدا بيه في الاول كحاجه مبسطه، تمام. بعد كده كان في مصدر معروف زمان اللي هو الجون فيرس، ده كمصدر للفيزيك ساينس، بس انا بصراحه كنت يعني رايي فيه ان هو الشرح السيولوجي فيه كان كتير اكتر من اللي بيجي في اسئله الامتحان. يعني ده ممكن تقعد تقرا بايوكيمستري كتير قوي وفي الاخر ده مش بيجي كل ده في الامتحان. بعد كده في عندنا سورس برضو يعتبر ايه متوسط، يعني حجمه متوسط وفي مزايا، ميزه برضو انه بيشرح كل حاجه، وهتلاقوا هتحسوا قد ايه الكوريكلم في الفيزيك ساينس كتير، يعني حاجات كتيره قوي قوي متشعبه، وفارماكولوجي وجينيتكس وكل حاجه. فعشان كده احنا محتاجين سورس يكون في الاول صغير، يعني انا افضل ان احنا نبتدي بسورس صغير، وباذن الله انا برضو هساعدكم ان انتوا لو في حاجات زياده بيجي فيها اسئله امتحانات هنجيبها بعد كده من السورسز. بعد كده في بالنسبه للاناتومي في كتاب محلي انا يعني بعتمد عليه وبحس ان هو كويس لانه هو سيمبليفايد وفي نفس الوقت بيفهم، اللي هو اسمه شاهين، بس هو مش كاتب اسمه على اول الكتاب، هو اسمه مكتوب جوه على الرسومات، لكن هو كتاب سيمبليفايد ومتاح منه سورسز بي دي اف لو حد يحب يصورها. في بعد كده طبعا ملك الملوك بقى اللي هو ايه الامريكان اكاديمي، عامل دي فاندمنتالز اند برنسبلز اوف اوبثالمولوجي. دايما عيب الامريكان اكاديمي انه كبير، ما ينفعش حد يبدا بيه، كمان شارح الجينيتكس كتيره جدا، والباثولوجي بتاعه اصلا مش موجود هنا في السورس، في الجزء ده الباثولوجي بتاعه موجود في مصدر في كتاب تاني اسمه باثولوجي وديالكس. وطبعا الامريكان اكاديمي لانه كتير فالبدايه بيه
في مذاكرة الفقه، هموت. بداية دي في مذاكرة الفيرست بارت بتبقى ايه، يعني مش عايزين نتعقد ونقفل الكتب، احنا عايزين نبتدي بحاجة سمبليفايد وبعد كده نزود عليها ايه الزيادات الحنانية. كمان بيحكمنا جدا أسئلة الامتحانات، هنعرف ازاي ان هي بتبقى فيها فاريابيليتي، ولكن كلها ليها علاقة بالحاجة الايه الابلايد او الحاجة الكلينيكال. ده اللي حبيت اوريكم الكوريكولم ازاي بيبقى فيه فاريابيليتي، اناتومي، امبريولوجي، جينيتكس، بايوكيمستري، فيسيولوجي مع بعض مثلا، فارماكولوجي، امبريولوجي. يعني الكوريكولم بتاع الفيزيك ساينس كبير. الكوريكولم بالنسبه للاوبتكس ايه معروف ومحدد، لكن بالنسبه للفيزيك ساينس الكوريكولم كبير، فممكن نقعد نذاكر كاننا بنذاكر الترم كله، فده مش هينفع. ده لازم ان احنا نبقى ايه يعني كونسايز، في نفس الوقت نبقى اورينتد باسئله الامتحانات، دي نقطه مهمه جدا. ده الكوريكولم بتاعنا بإذن الله. احنا يعني عملنا 11 محاضرة للأوبتكس، وفي محاضرة في الآخر هتكون مراجعة، وعملنا تقريبا 7 محاضرات للأناتومي، وحاولت أربط في بعض الأجزاء ما بين الأناتومي والفسيولوجي، وعندنا بعد كده 5 محاضرات فسيولوجي، وبرضه إيه حاولنا إن احنا نزود عليهم إيه الباثولوجي. بإذن الله نحاول إن احنا نغطي كل حاجة. وأنا في الأساس غير ان انا بشرح لك بوضح لك الحاجات اللي ممكن تيجي لك في اسئله الامتحانات، بنستريس بفهمك النقط اللي هم بيحبوا يسالوا فيها ايه. تمام، هنبتدي في الاول بنتكلم عن الاناتومي بتاع السكال والبودي. احنا عارفين السكال عباره عن جزئين، كرينيوم وفيس. الكرينيوم فيه عندنا بونز اللي هم فرونتال بون، عندنا في عندنا فرونتال بون الاول بالنسبه لي فرونتال بون، وبعد كده عندنا فرايتال تمبورال، ودول عباره عن بير بونز. بعد كده في عندنا الاوكسيبيتال بون، وهنا في جزء اللي هو الجريتر وينج سبوينت. تمام، دي اسمها زيجوماتيك بون، وده الارش زيجوما، دي عباره عن بونز اوف ايه اوف كرينيوم. اللي يهمنا طبعا اكتر اللي هو ايه البونز اللي في الفيس، لان دي كلها ريليتد للاوربيت. فعندنا هنا الفرونتال بون، وطبعا الزيجوما والماكسيلا، وبعد كده عندنا في بونز كتير قوي حوالين الايه البونز اللي هم بين النيزال بون هنا، وفي البومر اللي هي الميد لاين بون والانتيريو كونكا، وطبعا في عندنا ورا الاثمويدال الايه بون، وفي كمان البالاتاين بون بتعتبر جزء من الفيس، بس طبعا عشان عامله الجزء من الابر ايمن. الأجزاء الكلام ده فيه حتة كلينيكالي ساعات بتبقى مطروحة إنها حاجة مهمة، إن إحنا عندنا فيه هنا بالنسبة للجريتر وينج بيبقى فيها عليها جزء اسمه التيريون. التيريون ده أهميته كلينيكال لأنه بيكون إنه بيكون إمبيدد فيه الميدل مينينجيال أرتري. ميدل مينينجيال ارتري ده مع حدوث تروما ممكن يؤدي يحصل ايه انتراكرينيال هيموريدج، بيورال هيموريدج، فلازم نخلي بالنا. يعني هي حته كلينيكالي مهمه ممكن تكون مطروحه الاسئله. بالنسبه للبيز اوف ذا سكال مش دايما بيجي في الاسئله. تمام، بس انا حبيت ايه اوريكم اسيب لكم سلايد يعني لو اوريكم سلايد ليه على اساس ان هو بيبقى ممكن ان احنا هنسال فيه. فاحنا عندنا طبعا هنا في عندنا فورم الماجنم اللي هو الوايدست اللي هو معلش الصوت ده عشان خاطر الماوس. بالنسبه لل فورم الماجنم عندنا أنا عايزة أحركه عشان طيب تمام. إحنا عندنا هنا بالنسبة للماكسيلا في عندنا هنا في عندنا فورم الماجنم ده اللي بيعدي منه السباينال كورد، وفي عندنا طبعا الأوكسيبتال بون بالأوكسيبتال بروتيوبرانس. تمام معلش اضطريت اعمل ميوت عشان بس اشوف الباص بتاعك دلوقتي. احنا هنا عندنا ده الفورم الماجنم،
في عندنا الاكسترنال اكسبتال انفيورنس، تمام. وبعد كده عندنا ايه البومر بون اللي هي في الميد لاين، البومر بون اللي هي في الميد لاين هنا. بعد كده في اللي عندنا هنا في البلاتاين بون وفي الماكسيلاري بون. هنتكلم بعد كده عن بالنسبة بقى للجزء الانتراكرينيال. بالنسبة للجزء الانتراكرينيال في عندنا 3 كرينيال فوسي، ودي الاناتوم في الجزئية دي مهم علشان بعد كده نربط الايه الكلام ببعض. ففي هنا عندنا ايه، فيها عندنا هنا الانتيريور كرينيال فوسا، دي فورمد باي الفرونتال بليت اوربيتال بليت وفرونتال بون. بعد كده فيها عندنا الميدل كرينيال فوسا، في هنا الجزء اللي هو الفيسر وينج سبينويد، ده مهم بعد كده هنتكلم عنه في طبعا ده البودي سبينويد بالهايك فيبيا فوسا. الجزء ده اسمه السلة التمسكة، وهنا دي الاوبتيك كانال اللي بيعدي منها الاوبتيك نيرف، عشان لو عامل لنا هنا السالكس كازماتيكس اللي بيبقى زي سالكس كده او جروب جنب ايه الانتيريور بوردر اوف الكازما. في هنا عندنا ده اسمه الاكتيف كلينويد بروسس، وده الاكتيف كلينويد بروسس اهو. بيبقى في هنا جزء اتاتشد من ال اسمه ده براجماتيك اسيمبلي اللي هو بيبقى مغطي الايه الميدل. بعد كده عندنا هنا دي الميدل كرينيا فوسا، الميدل كرينيا فوسا دي فيها 3 فورامينا مهمين اللي هم فورامين روتاندم فورامين اوفال فورامين سباينوزم. وبعد كده عندنا البوستيريور كرينيال فوسا، كرينيال فوسا دي بتكون تكون فيها التمبورال بون بالانترنال اوديتوري ليتس الانترنال اكوستيك ليتس. وبعد كده عندنا بعد كده عندنا هنا ده البوستيريور كرينيال فوسا دي بقى موجود فيها ايه السيريبلوم. الأسئلة في الجزء ده مش كتيرة، لكن إحنا بنبقى لازم عارفين الكلام فيها علشان خاطر نربط المعلومات ببعض. طبعا أهم البونز أوف ذا أوربت مهمة جدا في الأسئلة دايما بتيجي، فالمفروض إن إحنا عندنا كام بون عاملين الأوربيتال بوردر في الأول. عندنا 4 بونز، البونز دولت اللي هم الفرونتال بون، وبعد كده في عندنا هنا اللاترال اوربيتال قصدي الفرونتال ريم اوف الماكسيلاري بون، فرونتال ريم اوف الماكسيلاري بون. بعد كده عندنا اللاكريمال بون مويدال بون. وبعد كده هنا المفروض ورا في الميديال بون في عندنا جزء صغير من البودي اوف سبينال. البيز بتاع الاوربت احنا قلنا دلوقتي بالنسبه للريم الاول عندنا هنا الماكسيلاري بون، وعندنا الفرونتال بون، وبعد كده عندنا مين الزيجوماتيك بون. في عندنا بون رابعه اللي هي لاكريمال بون، بنعتبرها انها من ضمن الايه من ضمن البونز فورمينج الايه الريم اوف ذا اوربت. دلوقتي في معلومات مهمه ليها علاقه بالكلينيكال اللي حاجه عندنا تمام. احنا دلوقتي عندنا بالنسبه للديبس اوف اوربت 40 ملم، تمام. الفوليوم اوف اوربت عندنا 30 ملي. دي معلومه مهمه عشان خاطر لما في حاله لما بيجي الدكتور الانيثيزيا يحقن الانترا اوربيتال انيثيزيا بتاعته الصب اوربيتال انيثيزيا، فطبعا هو عاده بيحقن مثلا ايه 10 ملي، تمام. طبعا لازم يخلي باله مثلا لو في مايوبيا الجلوب حجمه كبير الكلام ده. بالنسبه لنسبه الفوليوم اوف اوربت للفوليوم اوف ذا اي، هنلاقي ان الاوربت 4.5 الى 1، الانتر اوربيتال ديستانس 25 ملم، و وايدست اريا في الاوربت بتبقى 1.5 سنتيمتر بوستيريور تو ذا اوربيتال مارجن، تمام. ده طبعا هو مكان الاكويتور، بيتماشى مع مكان الاكويتور، وده نفس المكان اللي بيبقى فيه اللاكريمال جلاند. طيب دلوقتي هنمسك الديتيلز بتاعت الاوربت، دي بيجي فيها اسئله كتير.
بالنسبة للروف عندنا فورمد اوف تو بونز، اول بون اللي هي الاوربيتال بليتو فرونتال بون، وتاني جزء اللي هو الليسر وينج اوف سفينويد. بالنسبة لللاند ماركس اللي موجودين على الروف عندنا 5 لاند ماركس، اللي هم مين؟ الفوسة فور ذا لاكريمال جلاند موجودة لاترالي، بعد كده فيها عندنا السوبرا اوربيتال نوتش، دي بيعدي منها نيفو فيسلز اللي هم السوبرا اوربيتال نيرفز اند فيسلز، وفي عندنا التروكليار فوسة موجودة في الجزء الابر ميديال، اللي هي فوسة بس بعد كده بتبقى على هيئة ايه، كأنها بروجكشن كده، بيعدي منها التندوم بتاع السوبير اوبليك ماسل. وعندنا الانتيرو بوستيرو اثمويدال فورامينا، دول موجودين عند الفرونتو اثمويد سوتشر، بيعدي منهم التيرمينال برانشز بتوع الانتيرو اوفثالميك ارتري. وفي عندنا كمان في نهايه بقى الروف عندنا مين؟ الاوبتيك فورامين وكانال، اللي هو بعد كده بيتحول لاوبتيك فورامين وكانال. بالنسبه للريليشنز عندنا هنبص نلاقي ان احنا عندنا كاننا هنا جينا اخذنا جزء من البون شلناه، هنبص نلاقي ان اول حاجه بتقابلنا هي مين؟ الفرونتال نيرف ماشي ثرو اوت ذا هول باث واي، فوق مين؟ فوق الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس ماسل، وفي عندنا سوبير اوفثالميك اي ارتري التيرمينال برانشز بتاعته، وعندنا في النهايه اللاكريمال جلاند واخده الجزء الابر نيزل، وفي الانجل ما بين الميديال وول والروف في عندنا السوبير اوبليك ماسل ستريت تندوم بتاعها بالتروكليار نيرف سبلانج اي تو دي، اللي هي الايه تروكليار فصه زي ما قلنا. طبعا الروف يعتبر يعني هو مش ثين وول قوي، فمش يعني مش ما حدش اتكلم قبل كده ولا سأل في حكايه اذا كان ممكن الساينوسايتس مثلا للجزء الفرونتال ممكن انها تتنقل للاوربت او لا، وده على عكس زي ما هنشوف هنا في الميديال وول. الميديال وول معروف انها في الجزء الاثمويدال منها هو الجزء الاكبر، هي اصلا فورمد اوف فور بونز، هنلاقي الفور بونز دولت هنا انتيرولي عندنا اللاكريمال الجزء الفرونتال من اللاكريمال بون، من قصدي من الماكزيلاري بون، فرونتال بروسيس اوف ماكزيلاري بون، وبعد كده في وراها ايه اللاكريمال بون، وبعدين وراها هنا مسافه كبيره، مساحة كبيرة من الاثمويدال بون اللي هي بتفصل الاوربت عن الاثمويدال اير ساينسز، وبعد كده في عندنا ورا الجزء صغير من البادي اوف سفينويد. هنبص نلاقي ان احنا عندنا هنا الجزء بقى اللي هو الاثمويدال بون ده بيبقى فيري ثين، اسمه لامينا بابيريشيا، الثيكنس فيه من 0.2 ل 0.4 ملم، يعني حاجة رفيعة جدا. دايما معروف ان الميديال ساينوسايتس الاسمويدال ساينوسايتس ممكن انها تتنقل للايه؟ للاوربت. بالنسبه لللاند ماركس اللي موجوده عندنا في حاجه مهمه جدا اللي هي الايه؟ النيزولاكريمال داكت، موجوده على النيزولاكريمال ساك الاول، موجوده هنا على في الجزء الميديال من الايه؟ من الاوربت. بتبقى ليها باوندريز اللي هم ايه؟ اللي هم انتيريور لاكريمال كريست، و الانتيريور لاكريمال كريست ده بيبقى في الاول ال ديفايند في اول الاباف، وفي اللور بارت منه بيبقى فيه تيوبركل اللي هو انتيريور لاكريمال تيوبركل، وده بيبقى لاند مارك مهم في اثناء السيرجريز فور دي سي ار اللي هي ده كريوسيس تو راينوستومي. بعد كده عندنا جزئيه البوستيريور لاكريمال كريست، وبعد كده عندنا انا عايز بس بعد كده في عندنا من اللاند ماركس المهمين ان احنا عندنا طبعا الميديا ريكتس، اولا سوبير اوبليك موجوده فوق في الانجل ما بين الروف وما بين الايه الميديا وول، وعندنا في تو فورامينا اللي هم الفرونتو اثمويد الفورامينا على سوتشر اسمه الفرونتو اثمويد سوتشر، تمام. وفي عندنا تحتهم في بيمشي نيزوسيلياري نيرف طبعا، وفي عندنا ايه الميديا ريكتس ماسل along the whole ايه pathway throughout الوول الميديال وول. الميديال وول دي بتفصل المفهوم طبعا انها بتفصل النوز عن الايه عن الاثمويدال ساينس، وورا عندنا كمان ايه السفينويدال ساينس اير ساينس بيبقى منفصل عنها بالايه بالميديال وول. بالنسبه للريليشنز لاترالي قلنا اهم حاجه اللي هي لاكريمال ساك، ودي طبعا بتهم الناس اللي ايه اللي شغالين في البلاستيك واللاند ماركس بتاعتها. بعد كده هنتكلم عن الفلور. الفلور هو تاني وول في الثيننج بتاع الفلور بتاع الاوربت ده، بحيث ان الثيكنس في الفلور بيبقى من 0.5 ل 1 ملم، وده برضو ايه ثيننج. طب ايه اكتر جزء ثين في الفلور؟ اللي هو الجزء اللي موجود
ميديالي اند بوستيريور. الفلور عندنا مكون من 3 بونز اللي هما الاول عندنا ناحيه الميديال، ده الميديال سايد، عندنا الماكسيلاري بون، وبعد كده ناحيه اللاترال سايد في عندنا الاوربيتال الزيجوماتيك بون، اوربيتال بليت اوف زيجوماتيك بون. بوستيريورلي في جزء صغير من الايه بالاتاين بون. اهم لاند مارك عندنا اللي هو ايه الانفيريور اوربيتال فيشر. الانفيريور اوربيتال فيشر ده بيبقى عباره عن فيشر ماشي من عند حاجه ورا هنا ورا الماكسيلا، اسمها ايه؟ اسمها الترجو بالاتاين فوسه. الترجو بالاتاين فوسه دي بعد كده بتبقى شايله مين؟ بتبقى شايله الماكسيلاري نيرف. الماكسيلاري نيرف بعد كده بيروح داخل في الانفيريور اوربيتال فيشر وبيتفرع لتو برانشز. في برانش اللي هو بيبقى اسمه الانفيريور اوربيتال نيرف، بيطلع تحت الانفيريور اوربيتال ريم، بيعمل لنا ما يسمى الانفرا اوربيتال نيرف بقى كمان معاه فيسلز. وفي بعد كده عندنا الزيجوماتيك ايه نيرف، ده بيمشي برضه بيبقى بيتحول الى تو فورامينا على اللاترال وول اللي هو زيجوماتيكو تيمبورال وزيجوماتيكو فيشيال نيرفز. قلنا معلومة مهمة جدا اللي هي ايه الجزء البوستروميديال من الفلور، مهمة جدا ان الجزء ده منه هو الايه الثينست بارت. نخلي بالنا انه هو في جزء بيلخبط الناس اللي هو حكاية الريليشن ما بين الريكتاي والاوبليكس، فعشان ما نتلخبطش في الحكاية ده هنا نبقى حافظين دايما ان الريكتاي above الاوبليكس، يعني السوبيريو ريكتاس بتبقى فوق الانسيرشن بتاع السوبير اوبليك، تمام، والانفيريور ريكتس بتبقى فوق الانسيرشن بتاع الانفير اوبليك، تمام. وفي عندنا هنا على الوول الجزء ده هيبقى ايه؟ هيبقى لاترال لللاكريمال ساك. لاكريمال ساك خلاص بتنزل في فورة من هنا للايه للنيزو لاكريمال داكت، بتتحول للنيزو لاكريمال داكت. لكن في هنا عندنا جزء رف كده، ده بيبقى عباره عن الانسيرشن بتاع الانفير اوبليك اللي هي بتبقى ماشيه ان كونتاكت مع ايه مع الاوربيتال فلور لحد ما تبقى انسيرتد في الجلوب زي ما هناخد بعد كده. طيب بعد كده عندنا بالنسبه لللاترال وول، هنلاقي بالنسبه لللاترال وول عندنا البونز فورمينج اللاترال وول هم ايه تو بونز بس اللي هم الجريتر وينج اوف سفينويد وال anterior. في عندنا ايه الاوربيتال بليت اوف زيجوماتيك بون. في لاند ماركس على اللاترال وول. في الاول نقطه مهمه جدا في الاناتومي ان احنا نبقى فاهمين انه السوبير اوبليك انه اللاترال اوربيتال سوري السوبير اوربيتال فيشر ده موجود ما بين مين ومين؟ موجود ما بين الانفيريور، موجود ما بين الانفيريور اهو ده السوبير اوربيتال فيشر اهو موجود هنا من فوق عندنا مين الليسر وينج اوف سفينويد، وهنا من تحت في ايه الجريتر وينج اوف سفينويد. والسوبير اوربيتال فيشر ده بيفصل ما بين الروف واللاترال وول، تمام. انما الانفير اوربيتال فيشر بيفصل ما بين حاجتين اللي هم اللاترال وول والفلور، تمام. الصور ساعات صور البون بتبين كأن في كونكشن ما بينهم، لكن محدش بيتكلم في النقطة دي، يعني كما لو كانت كلينيكالي ملهاش أهمية، بل بالعكس إن هو المفروض إن في ما بينهم اللي هي الإيه الجريتر أوف سفينويد، زي الصورة دي مبينة، دي أقل إيه مثال للتصوير اللي أنا عايزة أقوله، يعني ده الجريتر وينج أوف سفينويد. طيب بعد كده في لاند ماركس عندنا على الإيه اللاترال وول. إيه اللاند ماركس دي؟ هنلاقي إن اللاند ماركس دهيت طبعا احنا عارفين خلاص الايه اللاترال ريكتس ماشيه على ايه طول اللاترال وول، وده كانه ده ابر فيو ماشي سوبيريور ليها الايه اللاكريمال نيرفز اند ارتري، تمام. في بونز بقى مهمه ان هو هنا اعتبر ان الايه سباينا ريكتاي لاتراليز دي بروجكشن كده على اللور ريم من السوبير اوربيتال فيشر، فاعتبر ان الريم ده انها يعني بوني بروجكشن موجود او بوني لاند مارك موجود على الايه على اللاترال وول. وفي عندنا لاترال اوربيتال تيوبركل، ده عباره عن بروسيس موجود على الايه على اللاترال وول 11 مللي تحت الايه الفرونتال زيجوماتيك سوتشر. اللاترال اوربيتال تيوبركل ده بيدي اوريجين لثلاث حاجات اللي هم الاكوانيروسيس اوف ليفيتور بالبيبري سوبيريوريس والتشيك ليجامنت بتاع اللاترال ريكتس اند ذا سسبنسوري ليجامنت اوف ذا جلوب. في
question hint دايما هم عارفين انه بيلخبط الناس، فبيجيبوا فيه اسئله اللي هو ايه، ايه الريليشن ما بين السفينويد بون، سوري، ايه الريليشن ما بين السفينويد بون والاوربت، تمام؟ فاحنا بقى عارفين في عندنا هنا البادي في السفينويد ده بيعمل لي جزء من الايه، من الميديال وول، بيبقى عامل البوستيريور بارت اوف ذا ميديال وول اوف ذا اوربت، تمام؟ بينما الليسر وينج اوف السفينويد دي عامله لنا الايه، الروف. واللاترال الجريتر وينج اوف السفينويد دي عامله لنا الايه، الجزء الاكبر من الايه، اللاترال وول. فهتلاقيهم بقى بيسالوا في القصه دي، بيجي فيها اسئله كتير لان هم عارفين انها ايه، تريكي او بتلخبط الناس. ونبقى عارفين دايما ان احنا عندنا السوبير اوربيتال فيشر ده هو الجزء اللي موجود ما بين الليسر وينج هنا والجريتر وينج هنا، وان الاوبتيك كانال جزء من الليسر وينج اوف السفينويد، بينما مثلا هنا الفورامينا دي عباره عن كلها اجزاء من الايه، اللي هي روتاندم والاوفال والسباينوزم، دي اجزاء من الايه، من الجريتر وينج اوف السفينويد. طيب الكونكشنز والفورامينا بتاع الاوربت، طبعا هو في فورامينا كتير، يعني احنا قلنا في زاجوماتيك فورامين، وقلنا الانتيرو بوستيرو اثمويدال فورامينا، لكن في عندنا طبعا ايه، اهم حاجه الحاجات اللي هي الكبيره الواضحه، اللي هي ايه، اللي هي السوبير اوربيتال فيشر والانفير اوربيتال فيشر. زي ما قلنا السوبير اوربيتال فيشر ده موجود ما بين، لو احنا هنا باصين قدامنا على العيان دي الهيز رايت اي، فاحنا عندنا هنا الاوبتيك كانال موجوده ميديالي، والسوبير اوربيتال فيشر موجود لاترالي. السوبير اوربيتال فيشر ده عباره عن جزئين، جزء اباف ونارو لاترالي، وجزء راوندد شويه ووايدر، وموجود ميديالي تحت ايه، الاوبتيك كانال شويه والاوبتيك فورامين شويه. خلاص بالنسبه للاوبتيك كانال بيعدي فيها ايه، بيعدي فيها طبعا الاوبتيك نيرف باكستنشنز من المينينجيز، من سيريبرال مينينجيز، وبيعدي فيها كمان ايه، الاوفثالميك ارتري وبعض السيمباثيتيك فايبرز. بينما عندنا الستراكشرز بقى اللي باسنج ثرو السوبير اوربيتال فيشر، ده يعتبر يعني ممكن يكون لو مش اهم، اهم سؤال في الاناتومي ممكن يكون كده، وبتسال كتير جدا في الدكتوراه وفي الماجستير وفي كل حاجه، ايه هي الستراكشرز الموجوده في السوبر اوربيتال فيشر بالترتيب كده. هما اتعمل لها فينومينا كده اللي هي ليف فري تو سين وانسلت ات اول، بس ايه احنا بعد كده هنعرفهم ازاي، ان احنا فينا عندنا ليف اللي هو اللاكريمال نيرف، فري فرونتال نيرف، والتروكليار نيرف، تمام؟ وبعد كده عندنا برانش اللي هو السوبر اوفثالميك فين، ده اللي هي ايه، ليف فري تو، تمام؟ بعد كده عندنا سوبيريو وانفير ديفيجنز من الاوفثالميك نيرف والنيزوسيلياري اللي هو نو انسلت بقى ات اول، ات اول اللي هي الايه، الابديوسنت، تمام؟ وبعد كده الايدج، احنا قلنا ان دي اللي هي الايه، الانيولاس سيركل اوف زين، دي عباره عن فايبرس رينج اللي بيطلع منها الاتاتشمنت للايه، للاوكيولار ماسلز. في الجزء اللور ده في عندنا الانفير اوفثالميك فين، وبعد كده عندنا ايه، الانفير اوربيتال فيشر، اهم ستراكشر موجود فيه اللي هو الايه، الماكسيلاري نيرف اللي زي ما قلنا بعد كده بيتحول لتو نيرف ثانيين، وفي كمان عندنا ال فينز عامله كونكشن من ال في كونكشنز نيرفس للترجو بالاتاين فوصه جانجليون قصدي، وفي كمان ايه فينز عاملين كونكشن مع الترجويد بلكسس اوف فينز. طيب هناخد فكرة عن الأسئلة، تمام؟ في هنا عندنا أول سؤال مثلا هنا بيقول إيه؟ ميدل كرينيال فوسة. طبعا إيه الأسئلة؟ في أسئلة يعني أنا في أسئلة جايباها من على شوا، وفي أسئلة شوا سايت، وفي أسئلة أنا جايباها من الأمريكان أكاديمي. بس في النهايه ايه، هو فكره ان انت اسئله شوا بيبقى فيها ايه، ترو او فولس، يعني ممكن يبقى في جملتين ترو في الاختيارات، بينما الامريكان اكاديمي بيبقى اختيار واحد. طبعا دايما الاختيار الواحد اصعب، وهو ده اللي ايه، ده الفورمات بتاع الامتحان بتاعنا يعني. فهنبص هنا هنلاقي مثلا احنا يعني هنا عندنا في السؤال ده بيقول ايه، الميدل كرينيال فوس باوندد انتيريورلي باي ذا جريتر وينج اوف سفينويد، هل ده صح او غلط؟ هل تقدروا تردوا معايا؟ هل حد عارف؟ طب سامعيني طيب اي حاجه؟ ها طيب انا هرد، انا ممكن يكون الناس مش عارفه تفتح المايك. بصوا في هنا عندنا الجريتر الميدل كرينيال فوسه مش باوندد بالجريتر وينج اوف سفينويد، لا هي باوندد انتيريورلي بالليسر وينج اوف سفينويد، تمام؟
بعد كده عندنا يبقى دي ايه فولس، بعد كده ترانسميتس ذا سباينال بارت اوف ذا اكسسوري كرينيال نيرف ثرو ذا فورامن ماجنم. لا طبعا الميدل كرينيال فوسه ملهاش دعوه بالنيرف ال 11 خلاص، وما بيعديش اصلا من فورامن ماجنم. بعد كده عندنا بالنسبه للميدل كرينيال فوسه هاوسز ذا بيتويتري جلاند ان ذا سيلا تيرسيكا. ترو ايوه ها ترو ايوه سامعيني كويس؟ ايوه طيب تمام. طيب بالنسبه للميدل كرينيال فوسه قلنا هاوسز ذا بيتويتري جلاند ان ذا سيلا تيرسيكا، ايوه طبعا دي معلومه ايه معروفه جدا. بتكونتين ذا اوبتيك كانال ذا ترانسميتس ذا اوبتيك نيرف اند ذا اوفثالميك ارتري تو ذا اوربت. ايوه صح تمام. بعد كده هل هي باوندد بوستيريلي باي ذا بيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون؟ ايوه صح برضه. خلاص هنشوف الايه الاجابه. سوري قبلها اه. طيب خلاص يبقى زي ما قلنا كده ان هي حكايه انها باوندد زي ما قلت لكم، ان هم بيحبوا يسالوا دايما في قصه ال البونو في السفينويد دي عشان عارفين انها بتلخبط الناس، فقلنا حكايه انها باوندد انتيريلي بالجريتر وينج لا دي غلط، وانها بتنقل السباينال نيرف لا ده اوف ذا اكسسوري لا دي غلط، وبعد كده الثلاث جمل اللي تحت صح. طيب بعد كده في عندنا سوري البونز اوف ذا سكال، في ديتيلز هنا ليها علاقه بالبونز اوف ذا سكال. عندنا الاول هل هم بيونت ات موبايل جوينتس؟ لا طبعا ما فيش حاجه اسمها السكال بتتحرك يعني. بعد كده is covered on the outer surface by periosteum صح. بعد كده قصة ان هم هل هم كلهم بيرد؟ لا لان احنا عندنا الفرونتال بون والاكسبتال بون مش بيرد. هل كلهم فيهم اير ساينس؟ لا ما لا فيهمش كلهم اير ساينسز. ها في حاجة يا جماعة؟ طيب مش كلهم فيهم اير ساينسز. بعد كده continue to grow after puberty؟ لا. طيب نشوف الاجابات. زي ما قلنا هو ان الجمله الوحيده اللي كانت صح ان هي covered on the outer surface by periosteum. طيب بعد كده بالنسبه للانفرا اوربيتال فلور هنلاقي الانفرا اوربيتال فلور عباره عن ايه؟ انهو بونز فرونتال وماكسيلاري؟ لا طبعا. وبعد كده سفينويد وماكسيلاري؟ لا برضو. هو طبعا ايه اللي مش مذاكر قوي ممكن يعتبر ان دي صح يعني لو مش واخد باله يعني. وبعد كده عندنا هنا لاكريمال ماكسيلاري اند زيجوما، لا طبعا لاكريمال بون مش في الفلور. بعد كده عندنا ماكسيلاري زيجوما اند بلاتاين، ايوه هي دي اللي صح تمام. برضو نمرة ايه عندنا بلاتاين وسفينويد وماكسيلاري، لا برضو ما فيش سفينويد في الفلور. قلنا السفينويد موجوده فين؟ موجوده في الميديال وول جزء صغير والروف الليسر وينج، وموجوده في اللاترال وول اللي هي الايه الجريتر وينج. بعد كده بالنسبة للباوندري اوف ذا نيزل كافيتي هنلاقي ايه؟ هو هنا بيقول يسألني اذا كان الكريبري فورم بليت فورم بارت اوف ذا روف. كريبري فورم بليت ده اللي هو الجزء اللي قلنا في الانتير كرينيال فوسة من السريبرام، ايوه الكريبري فورم بيعمل جزء من الروف اوف ذا نوز. بعد كده الماكزيلا فورم ذا فلور اوف ذا كافيتي، ايوه الماكزيلا بتعمل ده. الفومر بتعمل اللاترال وول، لا الفومر قلنا دي عبارة عن ميد لاين بون تمام. Yes. بعد كده عندنا البالاتاين فورم بارت اوف ذا روف، بالاتاين بون دي بتعمل بارت اوف ذا روف. البالاتاين فورم بارت اوف ذا روف، لا البالاتاين في البيز اوف ذا نوز. بعد كده بالنسبه للفيرتيكال بليت اوف اثمويد فورم ذا ميديال وول، ذا فيرتيكال بليت اوف اثمويد بون فورم ذا ميديال وول صح. لا سوري سوري بتعمل اللاترال وول اوف ذا نوز. طيب احنا هنا عندنا following are the following are foramina within the sphenoid bone. احنا السفينويد بون قلنا الفورامين اوفال وسباينوزا موروتاندم، ايوه internal acoustic meatus وتريجويد كانال، لا ده رونج. طيب في نقطة بيحبوها دايما اللي هي ليها علاقة بال best imaging modality للحالات اللي بنشك فيها سواء كان حاجة soft tissue او حاجة ايه بون يعني. فهنا بيسأل بيقول لك ايه ده سؤال طبعا ايه امريكان اكاديمي what imaging study is best to evaluate a patient with homonymous hemianopia. فعلى طول المفروض يجي في بالنا على طول ايه ال MRI. طب ماشي MRI with contrast ولا without؟ لا with contrast تمام، لان ال MRI with contrast بيبقى ايه better for showing the soft tissue lesions تمام. طيب او طبعا ال vascular lesions يعني. لما بيبقى في عندنا بقى كلام هنا على الاوربيتال فلور فراكشر برضو من غير ما نفكر، طالما فراكشر يبقى سي تي خلاص.
الاوربيتال فلور فراكتشر از سسبكتد ان 23 يير اولد بيشنت اكزامند ان ذا ايمرجنسي ديبارتمنت فولونج تروما. الايمجنج موداليتي البيست هو الايه؟ ال سي تي. لو جيتوا قريتوا الجزء بتاع التروما من الـ من الكانسكي هتلاقوا انه ال كمان بيتكلم في ايه؟ في الثيكنس بتاع السي تي سيكشنز اللي انت هتاخدها في حالات التروما، انه المفروض ازاي انها تبقى ثين سيكشنز يعني ما بين السكشن والتاني 1 ملي. طيب جه احنا عندنا هنا حصل فاسكولار انجري. عايزه اقول لكم على حاجه، حكايه الفرق ما بين اسئله الاف ار في الجلاسكو واسئله الاي سي او، ان اسئله الامريكان اكاديمي اللي مش امريكان اكاديمي، اقصد الاسئله الاف ار سي اس بتبقى عباره عن ايه؟ يعني حاجه راس السؤال كبيره وبعد كده الاختيارات. فانت الفكره الامتحان رغم انه اونلاين بيتعمل، لكن هنبص نلاقي انه لازم تكون بتقرا بسرعه جدا وتقدر تخمن الاجابه من الايه؟ من سياق السؤال. فلان الامتحان ده هو عامله ان هو ايه؟ اونلاين، يعني هتمتحن بحيث ان انت متخيل ان الدنيا سهله. لا، هي الدنيا مش سهله، ده هو بيبقى عايزك ان انت ايه؟ تقرا بسرعه جدا وتجاوب بسرعه جدا عشان ما يديكش فرصه ان انت ايه؟ يعني تفكر في اي حاجه، انت عايز بسرعه تجاوب بسرعه جدا يعني. فبيبقى الفكره في ايه بقى؟ ان انت اقرا الاجابات الاول وبعد كده اقرا راس السؤال، او مش الى هذا الحد، على الاقل هتقرا اخر جمله في السؤال وبعدين بسرعه عينك تجري على الاجابات وبعدين تبتدي تقرا السؤال من الاول بسرعه. لاحظ ان كل ده لازم يحصل في خلال دقيقه، فلازم تبقى انت يعني فاست ريدر بشكل غير عادي. ده بالنسبه لامتحان الاف ار. الوضع مختلف بقى بالنسبه لامتحان الاي سي او. امتحان الاي سي او لا، ده امتحان وقته كويس جدا الى حد كبير يعني. وبتبقى الاسئله بتاعته غالبا بتيجي من الامريكان اكاديمي، وفي احتمال ولو يعني بنسبه مثلا ايه 2% مثلا انك تشوف سؤال كنت شفته قبل كده. تكرار الاسئله وارد في الاي سي او لكن صعب انك تلاحظه حتى في الاف ار. فدي نقطه مهمه انكم تخلوا بالكم منها يعني اللي داخل يمتحن. طيب احنا هنا عندنا ده قلنا ده النموذج لاسئله الايه؟ الاف ار، مشابه لنماذج اسئله الاف ار. فهتلاقي بقى دلوقتي بيقول لك هنا ايه؟ الفاسكولار انجري تو ذا كرينيال نيرف كان سام تايمز افكت اونلي وان اوف اتس تو ديفيجنز ريزلتنج ان بارشال كرينيال نيرف بولسي. وير داز كرينيال نيرف الثيرد تيبيكالي سيبريت انتو سوبر اند انفير ديفيجنز؟ الثيرد نيرف بيتقسم امتى؟ احنا لما جينا نتكلم عن السوبر اوربيتال فيشر قلنا ان احنا عندنا السوبر والانفير ديفيجنز ايه؟ داخلين في الجزء اللي هو جوه الايه؟ السيركيولار انيولاس اوف زين. فاحنا يبقى اذا اجابه السؤال ده هي ايه؟ هي سي within the superior orbital fissure. تمام. طيب هنا بالنسبه للسوبر اوربيتال فيشر دي الحته بقى بتاعت الجريتر وينج اوف سفينويد والليثر وينج اوف سفينويد اللي بيحبوا يلخبطوكوا فيها، ان السوبر اوربيتال فيشر ده موجود ما بين الليثر اند جريتر وينجز اوف سفينويد، دي صح تمام. وايدست لاترالي، لا طبعا غلط، المفروض ان السوبر اوربيتال فيشر ده بيبقى وايدست ميديالي. طيب ترانسميتس ذا ابر ديفيجن اوف اوكيلوموتور ثرو ذا كومنتن داينس رينج، يعتبر صح. مش احنا عندنا الابر ديفيجن الثيرد نيرف بيبقى الابر ديفيجن بتاعه بيمشي جوه الكومنتن داينس رينج اللي هي الانيولس رينج سيركل اوف زين. طيب ترانسميتس نيزوسيلياري نيرف بيلو ذا كومنتن داينس رينج، لا النيزوسيلياري بيمشي جوه الانيولس سيركل اوف زين. بعد كده لاي بتوين ذا روف and the medial wall of the orbit، لا السوبر اوربيتال فيشر موجود ما بين الروف والايه؟ واللاترال وول اوف ذا اوربت. طيب الاوربيتال مارجن، وده سؤال على فكره تريكي، المفروض الاوربيتال مارجن از فورمد باي فور بونز، هي دي صح لان احنا عندنا فرونتال بون وعندنا ماكسيلاري وزيجوما وكمان عندنا لاكريمال بون بتعمل جزء من الايه؟ من الاوربيتال مارجن. طيب ثيكست سوبيرلي، لا الاوربيتال مارجن ثيكست لاترالي. طيب has a sharp distinct lower medial border، لا lower medial border يعتبر لا ما سوري صح الاجابه دي صح، ان احنا عشان عندنا الايه؟ الانتيريور lacrimal tubercle. طيب formed by the maxilla infralaterally، لا الماكسيلا عامله الجزء الانفرو ميديالي. طيب concave laterally صح تمام اهوت. يبقى احنا كده قلنا كده ايه كلامنا صح، ثيكست سوبيريلي غلط، وقلنا ان احنا ليها شارب ديستينكت لور بوردر صح. طيب في هنا سؤال بيقول which of the following findings is most commonly associated with the orbital floor fracture. طبعا هم لانهم بيحبوا
ربط الاناتومي بالكلينيكال، تمام. فهنا بيقول لك ايه، ايه اكتر حاجه تخليني اشك ان انا حصل عندي اوربيتال فلو فراكشر؟ اوربيتال سيلولايتس؟ لا. انوفثالموس؟ وان كان ايوه، ولكن انوفثالموس حدوثها ممكن يتاخر شويه. هو بيقول لك هنا انوفثالموس within 24 hours، وكمان مش هي اشهر حاجه، لكن طبعا لو لقيتها في بدايه البرزنتيشن هشك، بس مش هي الموست كومن، تمام. بعد كده بيقول هنا rapid improvement in traumatic diplopia over a 24 hour period. ما هو انا لو عندي fracture مش هيحصل rapid improvement. طيب بعد كده unilateral midfacial sensory loss، هي دي الاجابه، تمام. زي ما قلت لكم بيحبوا الحاجات التريكي في الكلينيكال انها يتم ربطها بالايه، بالاناتومي، تمام. طيب انا حبيت اهو اوريكم، على فكره السؤال ده من متجاب من مصدرين، المصدر ده من الامريكان اكاديمي، احد مصادر الاسئله القديمه يعني الامريكان اكاديمي، وبيعرفك ازاي ان انا عندي ايه، ان الكومن بليس للفراكشر اللي هو ايه، بوستيريور ميديال، وده ساعتها او طبعا عند الايه، الانفيرو اوربيتال فيشر وجروف. فده بيعمل ايه، بيعمل بيأفكت الايه، السنسوري برانشز بتاعت الماكسيلاري نيرف، فبالتالي هيحصل عندنا ايه، هيحصل عندنا لوس اوف سنسيشن عند الجزء الايه، الانفرا اوربيتال، وعلى الانفرا اورب، على السكين بتاع الجزء الانفرا اوربيتال والتشيك وكده. طيب في عندنا هنا الانوفثالموس بقى بيقول ايه، ان هي بتحصل في اللارج، لازم عندي تروما رهيبه عشان يحصل عندي انوفثالموس، يبقى اذا هي مش حاجه انا متوقعها ايرلي، لكن لو لقيت ايه سنسوري لوس يبقى انا كده متوقعه ايه، فراكشر، تمام. ده سؤال مشابه برضو ويعتبر الى حد كبير تريكي لو حد ما خدش باله من الاناتومي. شايفين بقى شكل الاسئله الاف ار اللي هو ايه، راس السؤال كبيره جدا، وبعد كده تعالى بقى اعتبر نفسك في الامتحان وهتجاوبه في دقيقه، بيقول لك وات از ذا موست كومن لوكيشن اوف ان اوربيتال بلو اوت فراكشر، على طول الايه، الاوربيتال فلور ميديال تو ذا انفرا اوربيتال نيرف، تمام. في بقى بعد كده عندنا هو الباقي بقى هيبقى ايه، ان انت لو عندك ساعه من الوقت هتقرا، بيقول لك الاوربيتال اسبكت اوف ذا زيجوما، لا. الاوربيتال اسبكت اوف ذا ماكسيلا اند انفير اوربيتال ريم، لا طبعا، لان الماكسيلا دي ثيك بون انتيرولي يعني. وبعد كده الاوربيتال فلور لاترال للانفرا اوربيتال نيرف، فانت هتفضل واقف بين دول ودول ومش هتاخد يعني، مش هتبقى عارف الاجابه لو انت ما كنتش مركز في مذاكرتك. فهنا احنا خلاص بقينا عارفين ان الايه، الاوربيتال فلور ميديال للانفرا اوربيتال نيرف هو ده الايه، الثينست بارت او اكتر جزء ايه لايبل فور تروما، تمام. حبيت اوريكم هو ايه التكاره. بيقول هنا ايه، ايه هو الموست كومن انديكيشن فور ريبير اوف ميديال اوربيتال وول فراكشر؟ انا عندي حصل عندي ميديال اوربيتال وول فراكشر، خلاص شفته بالاشعه. امتى بسرعه لازم ادخل العيان؟ او ايه الحاجه الكومن يعني ان انا ادخل عين جراحه، هتبقى ايه؟ هو على فكره هنا الاجابه هتبقى باي اكسكلوجن، يعني ده يعتبر سؤال سهل مش صعب، لان انت عندك الايبيفورا، طب ما عادي، ما اي تروما فيها ايبيفورا، انترابد انفيرو ريكتس ماسل، ايه اللي جاب الانفيرو ريكتس ماسل الميديال وول؟ فاهمين ازاي؟ يعني انت لازم تبقى واخد بالك هو بيسال عن ايه. بعد كده ساينوسايتس، ما هي ساينوسايتس هتدي انتي بايوتيك او يعني تريتمنت، انما الانترابد ميديال ريكتس ماسل ده شيء ايه، ما يتسكتش عليه، لازم بسرعه ان انت ايه، تتريت البيشنت سيرجيكال يعني. طيب ايه الاوبتيمال بروسيدور فور اناليسيز اوف ذا بوني اوربت؟ طبعا ايه قلناها قبل كده اللي هي الايه، ال سي تي. صحيح الاكس راي ممكن نستخدمها، ولكن هو بيسال هنا على الاوبتيمال بروسيدور، تمام. وات از ذا اوبتيمال ايميجنج تكنيك فور ا بوستيرير اوبتيك نيرف جلايوما؟ اي حاجه سوفت تيشو يبقى ايه، ام ار اي. حتى هو هنا يعني مسهل لك الدنيا وجايب الاسئله ليها علاقه بالايه، يعني كانه ايه، يعتبر ده سؤال سهل يعني، هو بيسهل لك الدنيا، ما انت اكيد مش اكس راي، مش سي تي، السي تي بيبين سوفت تيشو بس مش زي الام ار اي، تمام. فعشان كده قال لك ايه، الاوبتيمال ايميجنج تكنيك. طيب هنا بيقول لك مثلا ارتيريو فينس فيستولا هتأفكت الاوربت موست كومنلي ديفلوب فولوينج وات تايب اوف تروما؟ يعني الارتيريو فينس فيستولا دي بتحصل بعد انهي نوع من التروما للاوربت؟ بلو اوت فراكشر؟ لا مش كومن. بلو اوت فراكشر هيعمل مثلا، هيعمل الجلوب ديستوبيا ديسبليسمنت، هيعمل
كيموزز اديما مش عارف ايه كده. فرونتال ساينس فراكتشر لا برضو. بينيتريتنج انترا كرينيال تروما ولا بيزل سكال فراكتشر. طبعا اشهر حاجه اللي هي الايه بيزل سكال ستراكتشر، ودي توبيك مهم جدا بيهتموا بيه فيما له علاقه بالايه بالتروما، فهم بيهتموا بده يعني. طيب which one of the following is contraindicated in the evaluation of possible intraocular foreign body؟ امتى ما اعملش سؤال عن ال intraocular foreign body، قصدي investigation معين لو انا عندي intraocular foreign body؟ طبعا ايه اشهر حاجه اللي هو ال MRI. تمام صح كده. طيب regarding walls of the orbit which statement is most likely to be true؟ بيقول ايه بقى؟ طبعا ده سؤال بقى محتاج قراءه مفصله لان الاجابه السريعه فيه مش هتنفع. فيقول لك اذا روف comprises the orbital plate of frontal bone and the body of sphenoid. دي الحته برضو شايفين التريك بتتكرر اللي هي ايه؟ هو الروف عباره عن ايه؟ عباره عن frontal bone وليسر وينج اوف سفينويد، يبقى اذا الجمله دي غلط اللي هي اول واحده. بعد كده عندنا دي غلط، بعد كده عندنا الفلور عباره عن ايه؟ الاوربيتال بليت اوف ماكزيلا تمام، والاوربيتال سيرفيس اوف زيجوماتيك اند اوربيتال بروسيس اوف بالاتاين، الجمله دي صح تمام. بعد كده عندنا اللاترال وول عباره عن زيجوماتيك بون اند ليسر وينج اوف سفينويد، نفس التريك اللي بقول لكم عليها ان اللاترال وول عباره عن ايه؟ زيجوماتيك بون ماشي، لكن كمان جريتر وينج اوف سفينويد خلاص. بعد كده عندنا الميديال وول comprises the frontal process of maxilla. الميديال وول عبارة عن frontal process of maxilla، أيوة صح. لاكريم ملبون صح. orbital plate of ethmoid صح. greater wing of sphenoid غلط. شايفين بقى التريك؟ يعني انت ممكن انت ايه بسرعة كده تروح قاري فتقول ايه ده الجريتر وينج اوف سفينويد، ان البونز هنا صح، لكن هو جه هنا في كلمة خدعك اللي هي ايه جريتر وينج اوف سفينويد. يبقى الإجابة الصح هنا اللي هي ايه ان الفلور عباره عن المجزله واللي هي السكند تشويس، بس ماشي الماركر عندي مش شغال تمام. طيب which of the following nerves is not found inside the orbit؟ هنلاقي ايه ان احنا عندنا اوبتيك نيرف، لا طبعا ازاي يعني، اوكيولوموتور طبعا، فيشيال لا، معروف ان الفيشيال نيرف مش ايه مش بيبقى انسايد ذا اوربت. بس كده يعني انا كده اعتبر لمينا شوية، لمينا شوية من الـ يعني البون بتاع السكال، الحاجات اللي هي ممكن تبقى بتتسأل تمام، والايه الايه الأسئلة وشكل الأسئلة اللي بتيجي والحاجات التريكي اللي هم بيحبوا يسألوا فيها. طبعا المذاكرة بتبقى محتاجة ايه ان انت تبقى ملم بال لما تذاكر وانت عارف هو بيسألك في ايه، دي بتبقى نقطة مهمة لأنها هتفضل في دماغك وأنت بتذاكر وهتربط المعلومات ببعض، غير لما تبقى بتذاكر وأنت مش عارف هو بيسأل في إيه. فدي نقطة مهمة جدا أنت تربط الأول بتذاكر بسرعة وبعد كده تشوف الأسئلة وبعد كده ترجع تذاكر تاني وأنت معلم على الأسئلة اللي أنت قريتها قبل كده. وأتمنى التوفيق للجميع بإذن الله، وأشوفكم بقى قريب. شكرا جزيلا.